بسم الله، بسم الله الذي تحيرت الأفهام في قدرته، وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته، وأسكرت القلوب بكأس محبته. وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا رسول الله. في مستهل الحديث أو بادئ ذي بدء، أحب أن أنا أهنئ الشعب المصري والعالم العربي بحلول العام الميلادي الجديد. سنة سعيدة بإذن الله، خالية من الوباء وخالية من الأمراض. أيضا نهنئ كل أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، كما نهنئ أيضا أقباط شعب سوهاج بعيد الميلاد المجيد. هنأ طبعا السيد المحافظ الوزير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جموع أقباط المصريين وجموع أقباط شعب سوهاج. كما افتتح أيضا الأسبوع الماضي، يعني الأربع الموافق 30 من ديسمبر 2020، عدد من المشروعات القومية بمركز المنشاه بقرية أولاد سلامة بالتعاون مع مبادرة تجميل بلدنا. افتتح سيادته تطوير وتجديد الوحدة الصحية بأولاد سلامة، كما افتتح المجمع التعليمي بأولاد سلامة. عدد من المشروعات رافقه خلال تلك الزيارة، رافق سيادته خلال تلك الزيارة الأستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس مدينة المنشاه، الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الأستاذ محمد علي سليم، الدكتور محمد علي سليم مدير الإدارة الصحية بالمنشاه، الأستاذ محمود أبو زيد رئيس الوحدة الصحية بأولاد سلامة. أيضا تفقدت طبعا الدكتورة رجاء حسين تطوير وتجديد الوحدة الصحية بأولاد سلامة، حيث أشادت وأشاد السيد المحافظ بدور الشباب وتعاون أجهزة الدولة والمحليات من أجل مبادرة تجميل بلدنا. المبادرة اللي لاقت قبول وترحيب من قبل السلطات المحلية. الحقيقة أحب أن أنا أشيد بدور التنمية المحلية في صعيد مصر، رجل التنمية المحلية الأول اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس مدينة المنشاه، الأستاذ محمود أبو زيد رئيس مجلس محلي قاروي أولاد سلامة. أيضا عايز أبدأ برضو على الصعيد الرياضي. على الصعيد الرياضي تم الاتفاق على إقامة بطولة رياضية لقارة الشاولة، سميت ببطولة الشهداء لقارة الشاولة على روح شهداء القرية. دورة الشاب المرحوم عمرو العارف طبعا برعاية النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب بمركز المنشاه، أيضا برعاية برنامج الرأي الآخر بقناة الصحة والجمال، برعاية برضو أيضا الأستاذ خلف الله العساوي المتحدث الإعلامي لبرنامج الرأي الآخر بسوهاج. أيضا اللجنة المنظمة طبعا الأستاذ الكابتن خالد خلف، الكابتن محمد عبد الرحيم، الكابتن أيمن فايز، الكابتن أحمد عبد الباسط، الكابتن علي جمال. أيضا هيبقى في حضور في منتهى البطولة، يحضر معنا في البطولة إن شاء الله الكابتن جمال محمد علي مدرب أسمنت أسيوط السابق وعضو اتحاد الكرة المصري، كما يحضر معنا طبعا في حفل النهائي للبطولة الأستاذ ممدوح عباس، الأستاذ محمود أبو زيد، منسق عام العلاقات الخارجية للبرنامج الأستاذ مالك بداري، مين تاني، الأستاذ خلف الله العساوي أيضا المتحدث الإعلامي للبرنامج. أيضا أنا عايز أبدأ برضو من الأخبار المحلية والأخبار العربية. ينظم المجلس القومي للشباب مؤتمرا اقتصاديا عالميا يعرف بالقمة الثلاثية لدول أفريقيا أوروبا آسيا، وذلك من أجل التكامل، من أجل الاستثمار الآمن في مصر، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الاقتصاد والمؤسسات الشبابية والإعلاميين والصحفيين المصريين والعرب والأجانب. أيضا ينظم المنتدى المصري للإعلام برئاسة الوزير اللواء طارق مهدي
صالونا ثقافيا خلال الشهر القادم، وذلك الالتزام بكافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات. برضو من الموضوعات برضو المهمة اللي كانت في الدولة الفترة اللي فاتت، وخاصة مع تداعيات فيروس كورونا، تطبيق الدولة للغرامة الفورية والإلزامية وقدرها 50 جنيها، وذلك التزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة. الحقيقة طبعا نشيد بوزارة الداخلية في تلك الموضوع، ونشيد طبعا بالدولة وكل مؤسسات الدولة. برضو عايز ان انا يعني قبل ما اطلع فاصل ان انا ابدأ بتهنئتين. أسرة برنامج الرأي الآخر والعاملين ببرنامج الرأي الآخر يتقدمون بتهنئة إلى الأستاذ أيمن رشاد الأمير، مراسل برنامج الرأي الآخر بالإسكندرية، لعيد ميلاد ابنته ملك أيمن الأمير. أيضا تهنئة مقدمة من أسرة البرنامج إلى الأمور آسر بالإسكندرية، تهنئة مقدمة من أسرة البرنامج، وتهنئة مقدمة من المنسق العام للعلاقات الخارجية للبرنامج. من حيث تداعيات كورونا وتأثيرها اقتصاديا وسلبيا وإعلاميا في مصر وفي العالم، هيكون معي بعد الفاصل السيد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لبرلمان 2020، ومساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع جنوب ووسط الصعيد، والدكتورة زينب نجيب، دكتوراه في الخدمة الاجتماعية، خبيرة اجتماعية وأسرية، خبيرة اجتماعية وعلاقات أسرية وإنسانية. فاصل لاستقبال الضيوف. عودة مرة أخرى بعد الفاصل، بس عايز أبدأ بهو وهي. هو من له شرف في تاريخ العمل الأمني والشرطي، هو مدير أمن المنيا الأسبق، هو مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب وسط الصعيد الأسبق، هو عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي من عام 2015 حتى عام 2020. معي ومعكم اليوم اللواء ممدوح مقلد. أهلا وسهلا ست اللواء. أهلا وسهلا يا فندم، سعادتك وسادة المشاهدين. أيضا هي دكتوراه في الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، هي خبيرة اجتماعية وعلاقات أسرية وإنسانية، هي من لها أكثر من 250 حلقة تلفزيونية في مسبيرو، يعني نقدر نقول نجمة الفضائيات الأولى في مصر والعالم العربي. أهلا وسهلا دكتورة زينب نجيب. أول سؤال أبدأه بسيادة اللواء ممدوح مقلد، أهم الإنجازات التي قدمتموها لمركز ودائرة سوهاج خلال الفترة البرلمانية؟ تفضل سيادة اللواء. سؤال وجيه كنت نفسي من زمان حد يسألوه. تمام. الحقيقه انا اكثر النواب اللي كانوا عملوا في مجال الامن العمل العام في الدايره قبل كده اهو. الحقيقه احنا قدمنا في خلال 5 سنين مجموعه من المشروعات اللي يعني كنت انا البطل الاوحد ليها يعني. تمام. اولها احنا كان عندنا في مشكله مروريه يعني قاتله وخانقه ما بين المرور ما بين عبور السكه الحديد من الشرق للغرب، وخاصه في وسط المدينه. احنا ربنا كرمنا جبنا اعتماد 304 مليون جنيه عشان نعمل ما عرف باسم كوبري الثقافة، اللي بيعبر ما بين ميدان الثقافة الى ميدان العروبة. الحقيقة الكوبري ده كان يعني من زمان من قديم الازل ونحن في انتظاره. الحقيقة ربنا كرمنا فيه خلال هذه المدة. الموضوع دلوقتي اوشك على الانتهاء. اعتقد انه من الممكن جدا ان دلوقتي يكون هيفتتح في خلال اعياد سوهاج القومي القادمه. اللي تم انجازه اكثر من 80% منه، والباقي يعني يا دوب الجزء اللي هو العابر على شريط السكه الحديد. الحقيقه احنا برضو خدنا موافقه حكوميه وادرج من ضمن مشروعات الدوله اللي هو كوبري يربط ما بين ميدان العارف الى ميدان المحطه، عشان الشارع اللي هناك ده هو الرابط اللي بين الاثنين، عرضه حوالي 7-8 متر وفي اتجاهين، وفي ازمه مروريه خانقه خدنا به موافقة على أن يبدأ العمل به عقب انتهاء من الكوبري الثقافة. قدرنا نعمل حاجة اسمها ترعة المفيض. ترعة المفيض دي منطقة هناك يعني بتستخدم
ترعى، عشان لو فاض منسوب الميه عن ترعه ناجي حمادي الرئيسيه يبقى ينزل فيه عشان يرد الميه مره اخرى تانية الى نهر النيل. الكلام ده كله ده كانت برضو تكلفته في حدود 54 مليون جنيه تقريبا، برضو بدانا العمل فيه. كان في موافقه على انشاء 2 كوبري عابر للمشاه، ربنا يكرمنا بيهم، واحده فيهم على مزلقان اولاد مصير، وواحد تانيه على مزلقان حاجه اسمها الدكتور ميشيل، ربنا برضو يكرمنا برضو يبدا العمل فيهم. الموضوع اللي احنا اللي كان خانق لمدينه سوهاج، خانق لمدينه سوهاج واستمر اكثر من 5 سنين الى ان ربنا كرمنا وحلينا العقده بتاعته، اللي هو كورنيش النيل في سوهاج، شارع كورنيش النيل الغربي في سوهاج. ده كان في ليه توسعه وحصل فيها تعثر في التمويل المالي، لاني حدث اني خطا من اداره المحافظه في هذا الوقت ايام السيد المحافظ اللي اسمه الدكتور ايمن عبد المنعم، غيروا في الرسومات الهندسيه لانهم عايزين يعملوها محلات اسفل التوسعه. ده غير المنظومه، تصادف ان كمان تغير فيه سعر التحرير، سعر الصرف. عايز اقول حاجه، هو انا لفت انتباهي الحاجه من عليك، القرى حضرتك اهتميت بالقرى، يعني كان في قريه عندنا تدعى بقريه الزوك الغربيه. ايوه حضرتك دخلت في كام مشروع فيها اعتقد، رغم انه بره الدايره عندي. بس الحقيقه كان في واحد من اللي هناك كان متواصلين معايا، المتفاعلين معايا، اسمه مالك بداري. بما يرضي الله يعني، كان متفاعل معايا، هو اللي كان متبنيني، هو اللي كان بيحسني على كده. وانا عشان كنت معروف ان انا يعني مش النائب اللي قاصر على الدايره بتاعتي، كنت كان ليا دور في سوهاج بالكامل. نائب سوهاج بالكامل. فالحقيقه انا بوجه له الشكر بما يرضي الله، يعني ياخد حقه في غيابه. واحنا قدرنا نعمل مشروعات، انا كنت من ضمن اللي مهتمين بالمشروعات الكبرى. برضه كان في مشروعات كبيره جدا، صرف صحي في سوهاج، سوهاج كانت 36 قريه. لا هو يعني قطعا للمشروعات بتاعتك، انا اللي لفت انتباهي يعني عمل خدمي وانساني تحسد عليه في محافظه سوهاج، وهو انشاء سجن سجن بمحافظه سوهاج يخدم اهالي واقارب سوهاج. سوهاج زمان كان فيها في ميدان العارف كان فيه سجن، تمام، وتم الغائه واتبنت عمارات. سوهاج، اهالي سوهاج النهارده اصبحوا المحافظه من ضمن المحافظات الوحيده تكاد تكون اللي ما فيهاش سجن عمومي فعلا. فربنا كرمني وقدرت ان احنا نجيب هذا الموضوع بحوالي 184 مليون جنيه تقريبا على ما اتذكر. يعني الحقيقه اتعمل سجن على مسطح 5 افدنه في حي منطقه الكوثر، والسجن ده هو هيوصل يعني اشغالاته الى اكثر من 2100 تقريبا مسجون على ما اتذكر. ده اتعمل علشان خاطر، لان احنا النهارده لو بصينا الى اسره المسجون وما تعانيه وما تلاقيه من عناء، عشان نقدر نخفف من ويقدروا يزوروا هم العائل بتاعهم اللي هو غالبا ما بيكون هو العائل، ما كانش يعني هو الاصل كمان او العائل الاوحد يكون في هذا الموضوع. احنا قدرنا ان احنا نعمله، وان شاء الله ده مفروض ان هو هيفتتح اعياد الشرطه الحاليه، لان اوشكنا ان احنا ننتهي منه خلاص. طيب العنابر خلصت والقصص دي كلها خلصت. استاذ اللواء ممدوح مقلد، مداخله تليفونيه مع الوزير المحافظ اللواء طارق الفقي. اتفضل يا سياده المحافظ. يا اهلا وسهلا. مساء الخير سياده المحافظ الاول. يا اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك طيب وشعب مصر وشعب سوهاج بخير يا رب. انا عايز اسال معاليك سؤال. ان شاء الله بمناسبه عيد الميلاد. طيب انا عايز اسال سؤال لمعاليك حضرتك. طبعا يعني في 30 ديسمبر الماضي 2020 قمت بجوله تفقديه لافتتاح عدد بالمشروعات في قريه اولاد سلامه مركز المنشاه. اهم اللافتات والنتائج اللي اتحققت من معاليك من تلك الزياره مع المحافظ. لا، هي زياره اولاد سلامه ما كانتش قاصره على الاتحاد بس، لا هي ظاهره جديده بتحصل عندنا في سوهاج، ان احنا الدوله عملت هناك حاجات، وبالتالي اهل البلد نفسهم الحقيقه قاموا بمبادره ثانيه ان هم يشتغلوا معانا، يعني بقينا ايد بايد دلوقتي، ودي لفته طيبه جدا وظاهره كويسه، اتمنى انها تبقى في سوهاج كلها. يعني انا رحت فتحت مدرسه جديده في تطوير لمدرسه ثانيه، فتحنا وحده بطاريه، فتحنا المبنى بتاع الوحده المحليه. على الجانب الاخر كانت اهل القريه نفسهم قايمين بمبادره اكثر من رائعه في تطوير الوحده الصحيه. الوحده الصحيه موجوده ولكن كانت شبه متوقفه عن العمل، مهمله بقى لها فتره،
الناس ايد بايد رفعوا كميات من اي تراكمات فضائيه اللي هم اللي قاموا برفعها، عملوا شغل كويس في الصرف الصحي، في الميه بتاعه الوحده الصحيه. احنا ساعدنا في الكلام ده، واحنا عملنا، هم ساعدوا. ولكن هي المبادره دلوقتي بتقول او الافضل ما في هذا الموضوع او في هذا اليوم ان الناس حاسه ان الدوله بتعمل، وحاسه ان الدوله بتعمل كتير. وبدل ما الموضوع كله بيقتصر على الشكوى من قله خدمات، لا، احنا بقينا ايد بايد. اذا كانت الدوله بتقدم واحد واثنين وثلاثه واربعه، ما فيش مانع ان المواطن كمان يبدا ايده في ايدينا ويكمل معانا ويشجعنا على الاقل ان احنا ندي اكتر واكتر. يعني يمكن بعد ما خلصنا الاتحاد دي رحنا زرنا السوق. السوق برضه مغلق، كان مغلق بقى له يمكن يعني اللي عرفت انه من 10 سنين تقريبا، في سوق هناك مغلق من 10 سنين. ده شجعنا برضه ان احنا نبدا نتوفير في السوق، ان احنا نزيل اي تراكمات فيه، وان شاء الله في خلال الشهر ده ان شاء الله نكون بدانا افتتحنا ان شاء الله باذن الله. طيب معالي المحافظ، انا يعني ليا مطلب بسيط عند سعادتك. انا من ابناء قريه الشاوله، في مكتب بريد بيتم تطويره حاليا بقريه الشاوله، يعني نرجو من معاليك زياره. يعني عينيا. طب هو بيتم تطويره بالفعل؟ هو بيتم تطويره بالفعل. طيب والمطلوب فيه ايه؟ نرجو زياره من معاليك الافتتاح يا معالي المحافظ. ان شاء الله. انت شايف انا يعني ما فيش يوم بيعدي عليا موجود في المكتب، بس لكن لازم كل يوم زياره لمكانه، كل يوم زياره القريه، كل يوم زياره المدينه. ويمكن الفتره اللي فاتت دلوقتي خفيت الضغط حتى والتركيز عن المدينه، عن مدينه سوهاج نفسها، ويوميا في مركز او في قريه. وان شاء الله باذن الله وقت ما اكتمل باذن الله نكون معاكم ان شاء الله باذن الله، وده يسعدني طبعا. معالي المحافظ، طبعا استاذنك اللواء ممدوح مقلد معانا من الضيوف ومن الحضور، وحابب ان هو يعيد على معاليك وعلى شعب سوهاج. سياده اللواء ممدوح مقلد اخي الفاضل والعزيز، يعني كل سنه حضرتك طيب ومصر كلها بخير. ده احنا يا فندم بنتقدم باسمى ايات التهاني علشان العيد الميلاد المجيد اللي يعني احنا كلنا متوافقين عليه، وده بيعيد لنا الفرحه. كل سنه وسعادتك طيب انت وشعب سوهاج، ودائما مؤسر على نفسك انك انت يعني ما تظهرش في التلفزيون، عشان يعني ما بتقول انا مش بتاع علامات، انا بتاع انجازات. فانجازات سعادتك الحقيقه يعني على ارض سوهاج بما يرضي الله هي اللي بتشهد بمن هو طارق الفقي، واداء طارق الفقي، وقدره طارق الفقي على اداره العمل المحلي في سوهاج. ربنا يوفقك، قلوبنا معاك، دعانا معاك، بنقول لك دايما احنا في ظهرك ومساعدين ليك في اي مكان وفي اي موقع، وبنقول لسعادتك كل سنه وسعادتك طيب. ربنا يبارك فيك يا سياده اللواء، ودي شهاده اعداد سمعه جدا لحضرتك من احد القيادات اللي في وقت من الاوقات كان من القيادات التنفيذيه العليا، وبالاضافه لانه قياده شعبيه راسخه في محافظه سوهاج. خلاص، شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه يا فندم. اشكر السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. الحقيقه السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج منذ ان وطأ قدماه محافظه سوهاج، وكل يوم بنشوف سوهاج في تقدم، كل يوم بنشوف مشروعات من سوهاج. وبيؤثر على نفسه انه ينسب لنفسه حاجه، خلي بال سعادتك الجزئيه دي انا اشهد له بيها بما يرضي الله، بيقول انا سيبونا نشتغل، خلي العمل هو الذي يشهد، مش احنا اللي بنقول وبنسوق نفسنا اعلاميا ونقول كذا وكذا وكذا. طيب ارجع، ربنا يبارك لنا فيه. ارجع للدكتوره زينب نجيب ضيفتي الكريمه. احنا طبعا شاغل الدولة والشاغل العام والوسط العام كورونا وتأثيرها نفسيا واقتصاديا واعلاميا حتى سياسيا. بس انا عايز اسأل حضرتك سؤال، الخوف والاكتئاب كأحد العوامل المؤثرة في جائحة كورونا على الشعب المصري في تلك الأونة، اتفضل يا دكتور. شوف، بس في البداية حابة أهني الشعب المصري كله وشركائنا في الوطن واخواتنا اللي بعيدهم واللي هو عيدنا في نفس الوقت. كل سنه وهم طيبين، وكل سنه ومصر كلها بخير وصحه وسعاده. سعيده قوي اني مع سياده اللواء اكيد، وسعيده اني مع حضرتك استاذ اسعد. عيد للكل، عيد للجميع، للمسلمين والمسيحيين. عيدنا احنا، عيدنا جميعا، احد المدروس عيدنا جميعا. وعلى فكره عيد ميلاد اخويا كمان النهارده، فاحنا كده كده شركاء بحضرتك. صحه وسلامه. في البداية حابة أقول إن كورونا هي أزمة مش محلية بس، هي أزمة عالمية بالفعل. كلنا بنعاني منها، كلنا بن تعبنا منها أكيد، كلنا اتوجعنا منها أكيد إلى الآن. والأخطر من كده إن إحنا مش عارفين آخرتها إيه، ولا ما عندناش
خطوط عريضه بتقول ان ممكن تخلص امتى، وبالتالي مأسرعية نفسيا. طبعا مأسرعية نفسيا، اكيد مأسرعية نفسيا. يعني بعض الناس عندها نوع من انواع الاكتئاب، بعض الناس عندها نوع من انواع الفوبيا، في ناس كتير عندها خوف ووسواس قهري ان ممكن يجيني النهارده ممكن يجيني بكره، خاصه الناس اللي اتصابت بالفعل، والناس اللي كمان مخلطين للمريض او اهل المريض، دول برضو عندهم فوبيا طول الوقت. حتى الناس اللي ربنا اتم عليهم ونعم عليهم بالشفاء بيبقوا خايفين يرجع لهم تاني الموضوع، بيبقى عندهم نوع من انواع الاضطراب، نوع من انواع التوتر، نوع من انواع الخوف اللي هو يعني الدور عليا يعني ببساطه شديده يعني. فده بيلزم مننا كلنا الدعم النفسي، لازم كلنا نقدم لهم المعونه النفسيه، لازم كلنا نقدم لهم الحب الكبير العاطفي. طيب لاني بلاحظ استاذه الدكتوره زينب، الدكتوره ليلى الهمامي مرشح الرئاسه التونسيه الاسبق عام 2019، استاذ الاقتصاد الدولي والعلوم السياسيه بجامعه لندن. اتفضلي يا دكتوره. دكتوره ليلى، اهلا وسهلا، مرحبا من تونس احدثكم الان، اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. دكتوره ليلى، انا عايز اسال بس سؤال بسيط، وضع كورونا حاليا في دوله تونس الشقيق. والله بصدق يعني الامر في تونس محير جدا، الارقام مفزعه يعني أصدقكم القول، النسب عالية جدا، نتحدث عن نسب وفيات بلغت 3.3%، يعني في حين أن السنة التي مضت كنا نتحدث عن 0.21%، اليوم نتحدث عن نسبة وفيات 3.3%. يعني وزارة الصحة في تونس، وزارة الصحة في تونس الأيام الأخيرة سجلت أعداد تتراوح ما بين 70 يوميا، من 70 إلى 72، نسمع بأرقام 70 عدد الموتى يوميا في تونس بسبب كورونا، وهي من أعلى هذه النسب، من أعلى النسب المسجلة منذ بداية موجة الكورونا الأولى، ومن أعلى النسب المسجلة في المنطقة العربية، يعني تناسباً مع عدد السكان في تونس. نحن نعرف عدد السكان حوالي 10 مليون ساكن في تونس، واليوم يعني نسجل يومياً 70 من عدد الموتى بفيروس كورونا. يعني أسباب ذلك ربما، أو ربما سمعت ايضا ان ما بين وزير الصحه ورئيس الحكومه ربما سيتم في الساعات القليله القادمه اقرار للحجر الصحي الشامل من جديد لمده 3 أسابيع، هذا غير مؤكد، لكن سمعت انه ممكن نلجا الى من جديد الى الحجر الصحي الشامل. طيب دكتورة ليلى، طبعا تكلمي عن الحكومة التونسية والوضع السياسي في تونس، نتائج الحوار الوطني ومدى مصداقيته في دولة تونس عندكم يا دكتورة ليلى. والله قبل الحديث عن الحوار الوطني اليوم، وهو موضوع يتداخل مع تداعيات النسب الإصابات كورونا مسبباتها وتداعيات ذلك على الاقتصاد، ومن يقدم موضوع الاقتصاد عن الموضوع السياسي وعن الحوار الوطني، ومن يقدم الحوار الوطني عن الموضوع الصحي. فهنالك أولويات في تونس اليوم، وهو هذا هو الموضوع الإشكال اليوم ما بين الحكومة و رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وبين كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. طيب. يعني الموضوع هام للغاية وموضوع حارق في تونس. طيب دكتورة ليلى، أنا هستأذنك طبعا هقطع الحديث معاكي، آسف،
نظرا لضيق وقت البرنامج، لكن نتمنى ان انت تكوني معانا ان شاء الله ضيف شرف ان شاء الله في برنامج الراي الاخر، ونسعد بك في بلدك مصر الشقيقه. اشكر الدكتوره ليلى الهمامي مرشح الرئاسه التونسيه الاسبق واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه لندن. اعود مره اخرى للدكتوره زينب. طيب خليني بس اقول حاجه، انا قادره افهم كويس قوي ان احنا في ازمه وفي كارثه والموضوع ايوه اكيد مش سهل والموضوع صعب كتير، ولكن ده ما يخليناش نهلع ونفزع ونخاف ونتوتر ونتاثر نفسيا واجتماعيا. خليني بس احاول اكون مرنه اكتر واكون امسك عصا المسط، اخد اجراءاتي الاحترازيه، اخلي نفسي كويس قوي، اعمل لافته في البيت كل 10 دقائق او كل نص ساعه بنغسل ايدينا كويس يا اولاد، ودي تبقى خلاص يعني من سماتنا ومن صفاتنا في البيت، بتبقى اساسيات. مش عايزه اتوتر اكتر، لان خلي بال حضرتك الجهاز المناعي لما بيضعف احنا بنقدرش نقاوم، وده بيجي منين؟ من الحاله النفسيه. الحاله النفسيه لما بتسوء الجهاز المناعي بيسوء. لا صحه نفسيه بدون صحه جسميه، مع يعني ألف به صحة إنسان، صحة بدنية سليمة هي صحة نفسية كمان سليمة. فلازم إحنا يكون عندنا سواء نفسي، لازم نكون إحنا عندنا نوع من أنواع التوافق. خلاص هي أزمة وهتمر إن شاء الله يا رب بإذن رب العالمين، يعني كل مر بيمر زي ما إحنا متعودين. وأكم من المشاكل اللي عادت علينا، والشعب المصري شعب حمول يعني وصبور، إحنا غير ناس كتير قوي، يمكن ربنا حبانا ببعض الصفات اللي احنا بيها نقدر نتحمل، حتى طريقتنا حياتنا اسلوب حياتنا نفسه بيبقى فيه نوع من انواع الصبر الجلد. عدت علينا حاجات كتير نعتبرها حرب، اكم من الحروب اللي عدت على مصر نعتبرها حرب من الحروب دي، بس اسلحتنا ان احنا نواجهها ازاي؟ باجراءاتنا الاحترازيه، بان احنا نلبس الكمام. انا مبسوطه قوي على فكره بموضوع ال 50 جنيه الغرامه ده، حقيقي انا عارفه ان كتير ناس اتاثرت بيه، بس هو حقيقي كان لازم يعني يتخذ ويتخذ من بدري قوي، لان يعني خلينا اقول برضو احنا لازم نبقى جليدين علشان خاطر احنا إيه. على فكره انا عايز اقول بس حاجه، انا وقعت في الخطا ده، دفعت النهارده 50 قادم ودفعت ال 50 جنيه الغرامه للكمامه. يعني واحد من كان من ضمن المخالفين. بس دي هتعلمنا حاجات كتير قوي، هتعلمنا أكيد. ازاي نكون منضبطين اكتر، هتعلمنا ازاي نكون، والقانون بيمشي على الكل اهو، مفيش فرق بين حد وحد، كل الناس بتتعامل معامله واحده. ده كان مهم قوي يتخذ من بدري الحقيقه. احنا يمكن اتاخرنا شويه في الموضوع ده، لكن يعني الحكومه بتاعتنا دايما يعني هي مشفقه على شعبها ودايما بتبص على مصلحه شعبها، وهما بيخافوا علينا الحقيقه. فازاي هما بيخافوا علينا بهذا الشكل؟ ازاي احنا ما نخافش على نفسنا؟ انا مش قادره استوعب بصراحه، يعني احنا ازاي الى الان عايشين بعشوائيه؟ يعني في نوع من انواع السلبيه، بلاقي ناس كتير بصراحه مش لابسه الكمامه، يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي بتسرني وتستفزني جدا. يعني احنا ازاي كده الى الان؟ ازاي يعني ازاي وبنطالب بحقوقنا؟ طب ما هو احنا برضو لازم نحافظ على نفسنا ونحافظ على بيتنا ونحافظ على صحتنا. انا بقى مش باذي نفسي بس على فكره، انا باذي كمان مامتي في البيت، باذي بابايا، باذي ولادي، باذي جدتي. يعني احنا لازم نخاف على بعض اكتر، نحب بعض اكتر. الكورونا يعني خلتنا يعني اتوجعنا كتير وتعبنا كتير، بس انا بشوف الحقيقه ان ليها ايجابيات كمان. طيب انا قبل ما تتكلم عن الايجابيات انا هقول لحضرتك حاجه. السيد اللواء ممدوح مقلد يمكن مر بالتجربه المريره ديت في 2020، اهم بقى الرسائل بقى والنصائح الموجهه من السيد اللواء. يعني انا كنت من ضمن مصابي كورونا، انا والسيده حرمي وابني ومراته واولاد واطفال. العام الماضي في العام الماضي من 22/5 دخلنا مستشفى وتعالجنا علاج وطلعنا. اللي انا عاوز اقوله ان بما يرضي الله، بما يرضي الله يا ناس، يا ايها الشعب العظيم، كل الالتزام علينا واجب. صحيح. واجب حتى لان صحيح. حريتك انت عشان النهارده تمشي بلا كمامه او انت مصاب تمشي تخالط الناس، دي مش حريه. الحريه دي كلها بتأذي الناس شعب كامل. كلهم انا عشت في جو في هذا الوقت ان اللي كان مصاب الكورونا كانت الناس بتستنى الجنازه بتاعته، ما كانش بيرضوا يدفنوه، واهله كانوا بيتخلصوا منه ما يرضوش يروحوا يعني يدفنوه. خليني بس القصه دي كلها على بعضها. والتنمر كمان سياده اللواء، سياده اللواء احنا شفنا تنمر بطريقه غير عاديه. على فكره خليني اقول حاجه مهمه جدا برضو للناس، الكورونا مش وصمه عار فعلا. ولا هي عقاب من ربنا، ولا هي حاجه وحشه، ولا هي حاجه يعني تاذي او تقلل مني. بالعكس ده يعني اولا انا بدعو الناس كلها لابد من الالتزام. وبعدين احنا بنقول لك التزم بايه؟
كمامة ونظافة، يعني الحاجات الملقاها على الشخص نفسه هايفة جدا وبسيطة جدا، ويقول لك عشان تحمي نفسك، تحمي نفسك، لأن لما اتوجعت واتقرصت وأصبت أنا حسيت فعلا إن أنا كان ياريتني فعلا كنت ملتزم. دي حاجة. الحاجة التانية اللي أنا عاوز أقولها، أنا عاوز أذكر الناس يعني ربما تكون كورونا دي جاية عشان خاطر يعني نفتكر ربنا كويس. أكيد صحيح. نفتكر أكيد. لأن وزعني. يعني هي إذا أخذت الأرض يا فندم سيدنا أبو إذا أخذت الأرض زنتها وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا كأنها لم تغن بها. لما جت كورونا وحصل الحجر العام على مستوى العالم والشوارع كلها فضيت كأنها لم تغن بالأمس. فهي هنا الآية موجودة، عشان كده بنقول لنا يا ناس ده يمكن تكون يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى علشان الناس دي كلها ايه تعود الى الله سبحانه وتعالى وتتعظ وتفتكر ربنا وتلتزم، مش تتنمر على الناس، مش تتضايق من الناس، مش تخاف من الناس، مش تعمل عملية اسقاط على الناس، مش تخاف من الناس، مش تلومهم كمان لان ده مش ذنبهم. لان خلينا اقول حاجة مهمة جدا برضو. طيب استاذ الضيوف الكرام، اخد اتصال هاتفي. الوزير اللواء طارق مهدي، وزير الاعلام الاسبق، محافظ الاسكندرية الاسبق. اهلا اهلا يا سياده اللواء. طارق بيه مهدي يا معالي الوزير معانا؟ واضح ان في مشكله في الصوت، انقطع الصوت. طيب انقطع الاتصال. طيب نرجع للدكتوره زينب. كنا بنقول ان سيدنا ابو عبيده نفسه هو يعني احد العشر المبشرين بالجنه وهو امين الامه، جاله مرض الطاعون. يعني هل ده مثلا انسان كان طيب سيء نقطع او بيعاقب؟ نقطع الدكتوره زينب. ماشي يا ست اللي هو معايا الوزير اللي هو طارق مهدي. انا مع حضرتك يا فتاش، انا معاك. اهلا 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 معالي الوزير. ربنا يخليك يا فتاش. معالي الوزير، احنا معانا في الاستوديو النهارده السيد اللواء ممدوح مقلد، مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا بحضرتك. الدكتوره زينب نجيب، خبيره العلاقات الاسريه والاجتماعيه. كل مؤهلاتها الثقافيه والعلميه ربنا يكرمها ان شاء الله. مساء الخير سياده اللواء، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله دكتور، الحمد لله. طيب معالي الوزير، اول سؤال اساله لمعاليك، فكره البدء في تدشين حزب التيار الوطن المصري. الحقيقه هي فكره نبيله بامتياز، فيها دعم شعبي، عملت حراك مهم. احنا قبل كده كنا لما قلنا يعني هنعمل التيار الوطني المصري كقايمه، كانت فكره مستقله مش محتاجه حزب، كان السرعه والوقت ساعتها فرض رايه، واعتقد انها عملت حراك ايجابي جدا في الشارع وحراك محترم ومقدر يعني. النهارده كعمل مستمر وفرصه مراجعه ادق وتعدد اراء واسراء للحياه السياسيه اللي موجوده في مصر، ودعما لكوادر مختلفه وناس مختلفه، كل حزب ليه توجهاته وليه رؤيته وليه ناسه اللي بتنضم اليه، زي احنا زي غيرنا بتتكامل الاراء، كلنا بنسعى الى هذه الدوله التي تصبو الى مكانها تحت الشمس، وهي تستحق وهي بتتحرك هذا الاتجاه بشكل محترم وجيد. قد يكون عندنا مشاريع ورؤى وافكار وثقه من كثيرين شايفين في اللي هينضموا للتيار انهم بيؤدوا بشكل نقول اكاديمي محترف شعباوي اخلاقي قيمي طبقا لكل المنظومه، زينا زي غيرنا يعني، بس كل واحد بيبقى ليه توجهه الشخصي، بتتكامل الاراء وتتعدد وتصنع المستقبل اللي احنا التكامل او تعدد الاراء رحمه وتكامل، وده المفهوم اللي احنا بنتحرك فيه في اتجاه الحزب. احنا اوريدي من حوالي 4 اسابيع قدمنا للجنه الاحزاب طلب ان احنا بصدد تجميع التوكيلات، واحنا يمكن من يومين ابتدأنا نجمع التسجيلات، ادينا فرصه كافيه لو في اي رد لينا. وانا كضابط سابق رحت سألت هو في اي اجراء لينا، زي ما كان بيبقى في تصديق للنواب والضيوف كده، يعني اقصد انا شايف ان احنا ماشيين في اطار قانوني وعملنا تفويض. اعتقد بالزخم اللي موجود بيجي لي على التليفون ان شاء الله
نستطيع ان احنا نعمل حزب يبقى مميز بيمثل احد توجهات الرؤيه الشعبيه المصريه والسياسه المصريه، وربنا يعمل خير خير ان شاء الله. طيب اشكر الوزير اللواء طارق مهدي وزير الاعلام الاسبق ومحافظ الاسكندريه الاسبق. اعود مره اخرى الى يعني الدكتوره زينب، احنا هنا سياده اللواء يعني اتكلم على اهم النصائح الموجهه لعالم الرجال بصفه عامه وللشعب المصري. حضرتك طبعا ممثله للمراه، عايزين نعرف يعني عما تنصحي به المراه المصريه خاصه في التطهير والنظافه في ظل تداعيات كورونا للدوله. والله أنا بشوف المرأة المصرية دي يعني كتر خيرها الحقيقة، هي أيقونة العمل بصراحة كل حاجة هي كل حاجة، هي مش نصف المجتمع زي ما كلنا متعودين نقول، لا هي المجتمع بأكمله، لأن هي بترعى النصف الآخر منه، وهي بالفعل نصف المجتمع، إذا هي كل المجتمع، وهي مصنع الرجال. يعني المرأة المصرية عليها أعباء كتير قوي الحقيقة، وهي بتقوم بأكتر من دور، يعني زوجة وامرأة عاملة وفي محيط علاقاتها الاجتماعية، وتقدر تأدي أكتر من دور في وقت واحد، ترعى بيتها، بتشوف على اكمل وجه طول الوقت، هي الزوجه كمان ليها متطلباتها وليها مهامها وليها احتياجاتها، وبالاضافه للولاد وبترعاهم. يعني خليني اقول برضو ان هي عليها، انا بشوف ان عليها العيب الاكبر بصراحه، لان هي بتقوم هي المسؤول الرئيسي والاساسي في البيت عن مش بس التطهير والنظافه والتعقيم، لا عن التوعيه كمان. الموضوع مش موضوع يعني نظافه بحت، لا هو موضوع عاطفي اكتر من انه اي حاجه تانية. الام هي ام، هي ام، حتى يعني هقول لحضرتك ايه، يعني هي ليها مشاعر خاصه الام، اصل خاصه المراه المصريه على فكره، هي بتحمل الكثير من المعاني، الكثير من الصفات، هي عندها جلد غير عادي، يعني سبحان الله ربنا اداها جلد غير عادي، بتتحمل، وحتى لما اولادها بيتعبوا لا قدر الله هي بتبقى صلبه وبتعافر وبتقويهم وبتنميهم، هي مسؤوله في البيت عن كل كبيره وصغيره. طيب دكتوره زينب، طبعا يعني الوقت يكاد يعني يضيق علينا، بس عايز اخد في عجاله سريعه من سياده اللواء ممدوح بقلد. احنا طبعا بنتكلم على تاثير كورونا اعلاميا، يعني شايف ايه السلبيات اللي في التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا في بث اخبار كاذبه لكورونا وتاثيره على الشعب المصري؟ اتفضل سياده اللواء. شوف، هو انا موضوع الكورونا ده هو يمكن من اكبر الموضوعات اللي شغلت الراي العام المصري منذ ان بدات الجائحه والى وحتى اليوم، لان يعني احنا برضو نقدر نقول عليها، يعني احنا للاسف عدنا وقتها نقول حسبه الموضوع، الجائحه وصلت الى ذروتها، وقلنا احنا كلنا مستنين الفاكسين اللي هو يعني المصل، وفوجئنا ان المصل بعد ما بدا يظهر وبدات نبص نلاقي النهارده الحديث عن التغيير، تحوير، حصل تحور في الفيروس نفسه، وبنقول النهارده فيه سلالات جديده اصبحت ما ينفعش معها الفاكسين. احنا النهارده يعني رجعنا تاني الى نقطه الصفر والخوف. النهارده احنا بعد ما وصلنا ان الفاكسين موجود، ومصر تجيب الفاكسين الصيني ولا الامريكي ولا الانجليزي ولا الروسي ولا ده ولا ده، وبدانا نقول لا احنا خدنا هنجيب الفاكسين ويدخل، نقول ايه هي الفئات اللي احنا هنوزع عليها الامصال، ونبدا بمين وننتهي بمين، وكيف يتم توزيع الامصال دي نفسها. فوجئنا بان احنا النهارده بنواجه حدوته جديده، يعني لكن احنا ده كل ده بيدعونا الى حاجه واحده بس، الى ان احنا لابد ان احنا نلتزم باساليب الوقايه الاساسيه وما نصدقش حد. الموضوع النهارده اصبح غايه في الخطوره، بتحدث عن يعني سلالات جديده من المرض، ينفع معها المصل ولا ما ينفعش معها المصل، وبيقول لك الفيروس بيتحور من السنه للثانيه، يعني بعد ما هنصل الى الموضوع التحور الجديد هنطلع مصل جديد هينفع معاه ولا ما ينفعش. كل ده، كل هذه الامور والناس اللي النهارده بدات انها تهاجم الافكار اللي هي اللي اتخذت، لكن بتوصلنا الى حاجه واحده بس، الاجراءات الاحترازيه هي الاصل. طيب الاجراءات الاحترازيه هي الاصل، احمي روحك واحمي نفسك
وخلي التزم بالكمامه، التزم بالنظافه، التزم بالكحوليات والحاجات اللي زي كده. بلاش برضو نشغل نفسنا زياده عن اللزوم، خلينا بس ناخد 10 دقائق بس نسمع مين فيها الاخبار، ان هي برضو مش ماتش كوره نعرف فيها مين النتيجه بقت كام، يعني بلاش نعرف اعداد الموتى بقت كام عشان برضو. طيب هو الحديث بالخوف والاعلاميين بيشتغلوا بيتحدثوا على الكورونا من شهر 3 اللي فات لحد النهارده يومين. الاعلام الايجابي وليس الاعلام السلبي. لا الاعلام ايجابي لانه بيوعي، ده كل ده اللي احنا بنقول عليه يا ناس، الكلام اللي لولا ان الموضوع خطير ما كانش طلع بالحجم ده في الاعلام. طيب انا عايز قبل ما انهي بس اللقاء، يعني بتوع الكنترول يسمحوا لي بدقيقه واحده فقط. سياده اللواء، هل انت ما يعني راضي عن فترتك في البرلمان السابق في خدمه المواطنين ام لا؟ في عجاله سريعه. لا انا اللهم لك الحمد والشكر يا رب، انا كنت داخل مجلس النواب يعني ابتغاء مرضات الله، انا كنت عاملها لوجه الله وربنا كرمني. انا على المستوى الشعبي قضيت ما عليا بشكل غير عادي، ما كانش في عندي حاجه اسمها غني وفقير، عمده او مش عمده، كل الناس سواسيه، كل الناس بتطلب الخدمات ومن حقها. كنت داخل المجلس داخل العمل البرلماني، انا 17 مشروع بقانون متقدم بيهم، وده نادرا ما يصل الينا، احنا ضربت رقم قياسي الحمد لله. كنت داخل لجنه الدفاع والامن القومي، كنت برضو من ضمن المميزين وخدت وكيل الاول لجنه الدفاع والامن القومي. مفيش مشروع بقانون الا لما كنت انا يعني ليا دور فيه وبدلي بدلو فيه، اللهم لك الحمد والشكر. انا على المستوى البرلماني اديت ما عليا يعني وراضي عن ادائي اداء العمل العمل الاجتماعي برضو اديت ما عليا فيه، اديت العضويه بامانه وبشرف وباخلاص وبتفاني. طيب اللهم لك الحمد والشكر. لكن ما حدث في الانتخابات الاخيره ده موضوع احنا كلنا عارفينه طبعا، نظر لضيق الوقت. بس عايز اخد في عجاله بس بسيطه خالص، يعني هل نحن مستعدون عالم ما بعد كورونا بدا في التشكيل الان، عالم مختلف عما نعرفه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تكنولوجيا الاونلاين، متوقع تشكيل الانترنت الفضائي المجاني للعالم كله في نوفمبر 2023 حيث يغطي كل قطاع الكوكب، مما يعني افلاس شركات النت والمحمول المحليه. في نهايه اللقاء اشكر ضيوف الكرام، اشكر السيد اللواء ممدوح مقلد، كما اشكر الدكتوره زينب احمد نجيب. شكرا، والى لقاء اخر في برنامجكم الراي الاخر. سلام الله عليكم.